إنها حرب صواريخ سكود الباليستية بامتياز. اتحاد تنسيقية الثورة وثق إطلاق نظام 30 صاروخ سكود حتى اليوم من اللواء 155 المتمركز في الناصرية بريف دمشق إلى مختلف مناطق سوريا المحررة. وهي حرب التجويع أيضا، فمقطع الفيديو هذا يظهر توقف المخابز عن العمل في حي التضامن بدمشق بسبب انقطاع مادة الطحين والحصار الخانق على الحي من قبل قوات الأسد، ما جعل الحياة بين حجري رحى القصف والجوع. بقية الأسلحة من طيران حربي ومدفعية ميدان ودبابات وراجمات صواريخ، كلها تستخدم في مواجهة المدنيين والجيش الحر. إعلام الثورة أفاد عن قصف مدفعي عنيف منذ الصباح يستهدف دارية ومعظمية الشام بريف دمشق بالتزامن مع اشتباكات بين الجيش الحر وجيش النظام على الجبهة الغربية للمدينتين، مع قصف من الطيران الحربي على عدة مناطق بالغوطة الشرقية وبالصواريخ على المليحة والزبداني. هذا واستمرت الاشتباكات بين الجيش الحر وجيش النظام على المتحلق الجنوبي بالتزامن مع قصف من طائرات سوخوي وقصف مدفعي عنيف على زملكة وحي جوبر واشتباكات في مخيم اليرموك. هذا وأفاد اتحاد تنسيقية الثورة عن انفجار سيارة مفخخة بجدالة الفضل بريف دمشق بداية شارع 16، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وإلى حلب، حيث استمرت الاشتباكات في محيط مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري، حيث بات مقاتلو الجيش الحر على مشارف مطار النيرب وقد حققوا مكاسب مهمة في معركتهم للاستيلاء على المطارين. وفي حلب أيضا ارتفعت حصيلة مجزرة جبل بدور إلى 47 قتيلا جراء قصفها بصاروخ سكود، ولا تزال عملية انتشال القتلى مستمرة. ومن درعا أفيد عن تعرض بلدة خربة غزالي لقصف عنيف يتركز على الحي الشرقي القريب من كتيبة الدفاع الجوي، ما أدى إلى أضرار كبيرة في المنازل والممتلكات وتعطل شبكة الكهرباء. وعن تجدد القصف بالمدفعية الثقيلة على مدينة طفص، وعن قصف براجمات الصواريخ على مدينة اللجات، واشتباكات بين الجيش الحر وجيش النظام في بصر الحريق. وفي ريف حماه قصف من الطيران الحربي على الأحياء الشرقية من مدينة قلعة المضيق، وتعرض حي الحويقة الغربية بدار الزور لقصف عنيف بالمدفعية وقذائف الهاون. رمز المصري، العربية.